الخبر واللي عدى عن يارا مار والمقابلة اللي سوتها ويا لايف ستيج. يارا مار طلعت بعد المقابلة وسألوها أسئلة كوشنارية، خلني أستعرض لكم إياها يا حبايب. فوش سوتها هي إنه فضحت نور مار، إن هو كان يجبرها هي وقمر مار على تصوير المقاطع باليوتيوب، وهاي المقاطع إن هو كان جابرهم عليها. شوف هذه اللقطة. طبعا قنواتنا محمد كان مسؤول عنه، كنا نعرض عليه الأفكار وهو يقلنا إنه هاي الفكرة يا يوافق عليها يا أما ما يوافق عليها. القرار النهائي كان عند محمد. إيه القرار النهائي كان عند محمد. اما قناه نور ومحمد فهنا كانوا يقولوا لنا الافكار ونحن ننفذ، بس في يعني هيك اختلاف بين تفكيري وتفكيرهم. بعض الفيديوهات ما كنت حابه اصورها، سوء تفاهم بيناتنا بسبب شغلات ما بدي اعملها او انجبرت اعملها. هلا احيانا بعض الفيديوهات بيكون يعني كانا كبنت محجبه ما بيصير اعملها. مثلا قصدك على الفيديو الاخير يلي انعرض عم تعملوا احرف بالارض، مش واقفين وانتو بالارض، فهذا الفيديو برايك كان غير لائق وخطا انه يتشارك على السوشيال ميديا. وهذا يعني المقطع هذا قصدها اللي هو تحدي الرسم الكلمات بالاسامنا. كانت هي مجبور عليه رغم انه نور مار كان كاتب كومنت بالمقطع انه هو ما يصور اي مقطع الا اذا كان كل الفريق مقتنعين به. فهو من الاشخاص صدموا من هذا الموضوع، اكتبوا لنا بالكومنتات اذا انصدمتوا او لا. وبالنسبه ثاني شيء حتى يارا مار، فيارا مار سالوها سؤال انه شنو سبب خروجها من الفريق نور مار. قالت انه اكو سببين للموضوع، اول سبب هو انه اختلاف الافكار ما بيناتهم وانه كانوا يجبروها على تصوير المقاطع. وبالنسبه ثاني شيء قالتها انه بعد ما خرج ايمو مار من الفريق، نور مار فعليا صار ما يوثق بهم ودائما يصير انه هو يشك بهم وانكسرت الثقه وانعدمت الثقه بين الفريق. لنقول يعني هي القصص صارت وسبب التراكمات لقرار مصيري، لقرار انه انت تنسحبي من الفريق. هلا صراحة هاي القصص بلشت تصير هيك من وقت ما طلع ايمو من الفريق، فبلشت تتراكم مشاكل ورا مشاكل، قصص وسوء تفاهم دائما بيننا، دائما شكوك ببعض وعدم الثقة ببعض، دائما كانت تكون موجودة هاي الشغلات، فكتير صار في ضغط علي صراحة، واضطريت اني اعمل هاي الحركة واطلع احسن لإلي يعني. وبالنسبة لثالث شيء يا حبايب، فسألوها منو أكثر واحد بالفريق كان قريب لقلبك، فردت عليهم إنه قمر مار هي كانت أكثر واحدة قريب من عندهم. وبنفس الوقت كشفت حقيقة إنه هي وقمر كانوا يطلعون ويلتقون ويا بعض خلف التصوير ولكن إلا بالسر، لأن نور مار كان يمنعهم من هذا الشيء خوفا إن يصيرون يصورون ويا بعض ويتآمرون عليه. راح أعطيكم اللقطة شوفوها. مين أكثر شخص كنت تحسيه مقرب لإلك بيفهمك أكثر، بتشاركوا نفس الأفكار تقريبا؟ هلا الفريق قبل ما يتفكك هو كان إيمو. إيمو كان كتير شخص حباب ولطيف وكذا، فكان كتير يفهمني ومقرب إلي. بس كل فريق الحالي هو قمر، يعني أنا وياها تفكيرنا نفس التفكير هيك، بنتين وأول بنتين بيفوتوا كمان وكذا، فكنا كتير مقربين من بعض. هل كنتوا تزوروا بعض أنت وقمر؟ يعني مثلا تروحي تنامي عندها تجي تنام عندك بالبيت؟ هلأ هو إيه صراحة كنا نطلع ونفوت وكذا، وتجي تنام عندي وروح نام عندها، بس هذا طبعا كله كان ينعمل بالسر صراحة. ليه بالسر؟ كفريق نور مار بيخاف كتير من المشاكل، من انه اذا اجتمعنا انا وامر نعمل لهم مشاكل. ايوه افكار تدمير العالم. ما بدنا نصور هي الفكره. المقابله كلش ناريه، راح احط لكم رابطها بالوصف، اتمنى الكل يروح يشوف المقابله كامل وفجروا الكومنتات من طرفنا. وبس بالنور مار، فانه ما نزعل سبب الانستغرام هذا اللي ستوري كان واحد يقول بيه يمكن بالغلط، وبعد ما اكتشفوا الموضوع حذفوا الستوري بسرعه. شوفوا انا مره شنو قال بالستوري. والله حلوه. فهو يصدمه الموضوع، هل هو قال اسم يارا مار بالغلط او انه يارا مار كانت وياهم لنفس الجلسه؟ خلص حاليا مع اخبار فريق نور مار، خلينا نتجه شوي اخبار اليوتيوبر. خلينا نبدا بنارين بيوتي ووفاه القطه مالتها جيكيتو. نارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره اللي كانت لها والقطه مالتها، وهذا البوست كان كاتبه عليه الفتره الماضيه كانت كلش صعبه عليها، لان كلكم تعرفون ايش قد هي تحب القطه مالتها جيكيتو وشلون صار جزء من حياتها وايش قد كانت تحبه، وحتى انتم ايش قد تحبوه، لكن للاسف هي خسرته وهو اليوم ما كان احلى. وحابه تشكر كل شخص كان يحب جيكيتو وهي متاكده انه هو راح واكو هواي اشخاص يحبوه. وبنفس الوقت حبيت تقول شويه كلام الا انه بيبي انا كل شيء احبك واشتقت لك هوايه، وانه راح افضل اول واحلى قط شفته بحياتي وقضيت وياه احلى لحظات بحياته وعوضها عنه هوايه اشياء. فطبعا الله يصبرها النار بيوت على وفاه القطه مالتها، والله يعوضها بالاحسن. وطبعا لا تنسون يا حبايبي تشتركوا بالقناه، عمود ننزل لكم مقاطع بشكل اكثر وننزل لكم شنو رد نور ما راح يكون على المقابله ورد قمر مار. فاتمنى من الكل يا حبايبي يشترك بالقناه ونوصل 500 الف مشترك باسرع وقت. وبس كانكم فايز زي مقاطع مثل القصص، لا تنسوا المقطع السابق اضغطوا عليه حاليا تابعوه، اتمنى من الكل يتابعه اذا حابين يعني تدعموني.